بوزيسيون. دونك هاد لا جيستيون ديال البوزيسيون خص تكون بزاف المسائل اللي غنتكلموا عليها في هذا الموديول هذا، واللي خصك اللي خصكم تميتريزيوها مزيان باش هكا تقدروا تمشيو في لو دومين مزيان. دونك اولا نبداو بواحد لي ستاتستيك اللي ديجا تكلمنا عليهم. لي شيفر فورني بار دو نومبروز ريشيرش سون اونانيم. علاش؟ كيقول لك ان تقريبا 90% ديال لي تريدر سون رويني او بو دان نو، يعني ما كيطو ما كيوصلش العام 90% من لي تريدر كيخسروا لو كابيتال ديالهم. علاش هادشي كيجي؟ يعني كيجي بزاف ديال الاسباب، اولهم الناس راه ما كتفورماش في الدومين، كيدخل بحال لا كيقمر باي سيل. بحال ليكزامبل اللي عطيتكم قبيله ديال ان لو، راه بزاف الناس بالاخص المغاربه عزيز عليهم داك ان لو، كيحط كابيتال ديال 5000 درهم 10000 درهم 1000 دولار، كيدير ان لو كيقدر دغيا يخسرها. حيت علاش؟ كاين داك الهوس ديال الربح السريع، ديال باغي نربح دغيا ديال كذا. وكيف قلت لكم اول سبب هو الناس ما عندهاش درايه بالدومين، يعني ما كيعرف والو، كيدخل صافي غير كيبان لي شي حاجه طالعه كيشري، كتبان لي شي حاجه نازله كيبيع، كيلقى راسو بايع في بوان با اولا كيلقى راسو شاري في بوان او. شي اللي كيوقع الاغلبيه ديال لي نوفيس. وكاينين اسباب اخرى من ناحيه هذه القضيه ميم ديال كابيتال صغير، حيت ماشي من المعقول الاخوان واحد كيحط 1000 درهم 100 دولار 200 دولار وكيقول لك باغي نولي لاباس عليا اولا باغي نكون تريدر، راه غير كيضحك على راسو. شو واحد الشخص اللي ما مفورميش وحاط 100 دولار 200 دولار 300 دولار ولا 500 كاع، راه هو المويان ديال المغاربه. لا طار كاع كيحط 1000 دولار حيت هي الماكسيموم اللي اوتوريزي من لي كارت بونكير ديال المغرب. سينو كاين دوطخ كاين دوطخ مويان اللي كتقدر تشري هكا السولد ولا كذا، هادشي تندويو عليه من بعد. ولكن الواحد خصو يمشي على قد داكشي اللي عنده. راه نورمالمون ملي غتقول لواحد تقول شي قاوري تقول لي عندي 200 دولار وداخل ب 1 دولار النقطه، راه غيتخلع غيهرب. راه عرفتي شنو هي 200 دولار تدخل ب 0.10 ولا 0.20 هذا راه بزاف، راه ريسكي بزاف. دونك من الاسباب اللي كتخلي 90، وهذا الشيء ما واقعش عندنا غير في المغرب، هذا الشيء راه حتى في اوروب، راه حتى في امريكا، حتى في الناس. راه الشيء مثلا كيف المغربي عنده ديك 200 دولار 300 دولار وكيدخل ب 1 لو، كيف الكور كنعرف منهم شحال كيحط 10000 دولار ولكن كيبدا ب 10 لو عنده. بحال اللي قلتي داك الرقم الاول ديال الكابيتال كيبدا هو باللو ديما عنده، لا ماشي هكا كيتخدم داك الشيء. دونك غتعرفوا في هذا في هذا الموديول بزاف المسائل اللي خصكم تانتيغريوها في الدماغ ديالكم وتكون عندكم، يعني دي كونديسيون اللي خصهم يكونوا عند تريدر اون طونك بروفيل اون طونك كو تريدر. عاد نتكلموا على الجيستيون ديال كل بوزيسيون. دونك 5 à 7% كونسيرف لو كابيتال، يعني 5 حتى 7% كيبقى محافظين على لو كابيتال ديالهم، وعندنا 3 حتى 5% ديال الناس اللي كيربحوا. يعني هذا الرقم يقدر يكون يبان لكم صغير، ولكن كيف كتعرفوا ان اصلا الارقام بالنسبه لي بارتيكولي فهي صغيره في المارشي، ولكن راه العدد ملي كنتكلموا على 2% من في العالم ديال لي تريدر، راه عرفتي الا جمعنا الكابيتال ديال لي تريدر البارتيكولي في العالم كامل راه البلاير نقدروا نقولوا كاع تريليونات الدولارات، ولكن كتبقى يلا كتشكل لك واحد 2% الى قارنتيها بلي بنك وبلي زاسيرونس وبلي انستيتيوسيون اكسيتيرا. دونك ما خصناش نتخلعوا من هذا الرقم، ولكن اللي خصنا اننا نضربوا ليه حساب ونحاولوا نقلبوا اننا نكونوا من ديك 10% ديال الناس اللي غادي نحافظوا على لا سيرفي ديالنا في البدايه ديال الكارير ديالنا، ومع الوقت راه حنا غنبداو نربحوا وداك الشيء كيجي الراس. ولكن هذا الشيء كيجي بلا ميتريز ديال بليزيور فاكتور اللي غنتعرفوا عليهم. Donc, chaque année, de nombreux traders sont ruinés en raison d'une gestion déplorable de leurs pertes. Il n'y a pas la gestion des pertes. خسر صفقة بغير ضف نهار، ربح بغي طمع ثاني يزيد صفقة أخرى كيولي خاسر، عاود ثاني بغي يرجع فين كان. دونك هذه هي العقلية ديال الناس اللي يلاه كتبدا في هذا الدومين. دونك 3 raisons permettant de justifier ce taux d'échec plus élevé. اللي شفتوا رقم 90% فهو رقم كبير بزاف. ان بلان دو تريدينغ فابل، يعني ما كاينش ان بلان، ما كاينش دي ريغل، ما كاينش قانون، ما عندكش انت واحد ستركتور في الخدمه ديالك، ما منظمش، ما مفورميش، ما عارف والو كيفاش باغي تخدم. دونك هادي سبب من هاد الاسباب اللي كيعطينا هاد لو طول كبير في ليشيك ديال البارتيكولير.
Deuxièmement, une psychologie qui n'accepte pas les pertes et qui opère d'une manière totalement irrationnelle sur les marchés, d'une manière hasardeuse, qui troule buy sell, marche, mais qui n'est pas l'étude de le marché. Troisièmement, une totale négligence sur la gestion de position ou la gestion en général des risques. Mais qui est même qui vous dites comme ma darf, je sais pas si je vais perdre, mais le واحد ابسط حاجه الواحد اللي خصو يحل ان تريد يسول راسو داك ستوب شحال فيه من بوان وبشحال غيدخل باللوفي، يعني شحال قادر يخسر او ماتيير دو دولار، ماتيير ديال الفلوس، شحال انا قادر نخسر، واش هذيك الخساره الا خسرتها واش غنبقى كالم او لا غنتنرفز او لا ما غيعجبنيش ال او لا غادي نحقد او لا كذا. دونك هذه اول حاجه خصني نديرها في بالي، بنادم ديما يريسكي بشي حاجه اللي قاد يخسرها، ماشي شي حاجه اللي او لا اون جينيرال. كيف ديجا قلت لكم هذه القضيه، واحد الانسان اللي ما قابلش يخسر راه ما خصوش كاع يكون في هذا الدومين، حيت ضروري كاين لي بيرت وكاين لي كام سولون. مثلا غير البيرفورمانس ديالنا انك تدور ما بين واحد 70 73%، راه ماشي يعني حنا ما كنخسروش، راه كاين واحد بارتي ديال لي بيرت، ولكن ديك لا بارتي ديال لي بيرت الا ما كتحكمش وما كتميتريزاش راه ما كاين والو، ما غاديش نقدروا نكونوا رابحين. Donc, la tolérance du haut risque. La tolérance au risque, c'est un des principaux facteurs à maîtriser pour assurer la survie sur les marchés. Il y a la survie. Elle est la survie. La survie, l'expérience. تريد غادي تخسر الكابيتال ديالك، راه ما غاديش تقدر انك تاخذ ليكسبيريونس. دونك ليكسبيريونس في الغيال هي واحد ليكسبيريونس زوينه، وخص هي الفتره اللي خص الواحد يصبر فيها على راسو، بما لا كومبيتونس ديالو طلعت والراسيو دو بروبابيليتي دو غان ديالو طلع اكسيتيرا، سكي في كي مع الوقت كيلقى راسو صافي ولا كيربح. اما الا مع الاول مع الدخله مع باغي مع حل الكونت مع باغي يربح، راه ماشي كنقول لكم امبوسيبل، راه على حساب المايند سيت، على حساب داكشي انت باش خدام البروسيس ديالك اكسيتيرا، ولكن كتبقى عاوتاني واحد الجانب ديال ليكسبيريونس اللي هو عامل ضروري في هذا لو دومين كيف اي دومين. دونك بيان سوفون اي لي ريكوموندي دو ريسكي 2 3 فوار 5% دو سون كابيتال بار تريد، يعني ماكسيموم. يعني واحد الانسان اللي مريسكي ب 2% من الكابيتال ديالو، ماشي بحال لا مريسكي ب 25% بحال دوك لي كان اللي عطيتكم قبيله، راه بنادم راه الا جيتي تحسب راه كتلقى لي ديبيوتون راه كيدخل مريسكي ب 50 100% كاع من تريد من الكابيتال ديالو في ان سول تريد. ان سول تريد راه كنقدر نخسرو كيف نقدر نكون نربحو، واخا كاع ما عرفتينا ميثود تكون عندي في العالم، راه كنبقى انا ميزي على لي بروبابيليتي سولون ديك ليتود ديالي لذاك المارشي. هادشي اللي كاين، يعني راه ما كاينش واحد الحاجه اللي سميتها 100%، ضروري عندنا واحد البارتي ديال لي بيرت خصنا نتحكموا فيها. سي خالد شنو قلت هنا؟ ريسكي 3% من لو كابيتال فو دير هذيك لا مارج روتوني شاك تريد. لا، ملي كنقولوا 3% بار تريد، ماشي با في الكابيتال ديالك، يعني 3% اللي تكون عندك في التريد ديالك ماكسيموم ولا 2%، يعني الا غادي نقولوا 2% بحال اللي قلتي، الا خدينا ان كابيتال ديال 1000 دولار شحال 2% فيه؟ الا خدينا 10% هي 100 دولار، 2% يلا 20 دولار. واش دابا انت السي خالد الا خسرتي 2% من الكابيتال ديالك اللي هي مثلا في 1000 دولار كتشكل 20 دولار، واش غادي يبقى فيك الحال غتستريس واش غتاثر فيك هاد الخساره هادي غتاثر فيك؟ نو اكزاكتومون. اولا ولكن الا كان لو كا ديال غتخسر 200 دولار، يعني 20% من الكابيتال ديالك، راه ماشي ساهله. دونك راه ما غاتبقى لا بسيكولوجي لا لي زيموسيون ميتريزي لا والو، غتولي متعرض لواحد كتولي تحت الضغط ديال لي زيموسيون ديالك. ساعات في اللعبه باغي تربح دغيا، باغي كذا، باغي ترجع دغيا، صافي ما كتبقى ميتريز ديال حتى شي حاجه. دونك il faut comprendre quel est le niveau de stress que vous êtes prêt à accepter avec la possibilité de perdre de l'argent en échange de profits potentiels. Donc là, il y a comme le واحد il trade selon le capital ديالو en pourcentage, en termes de pourcentage. يعني الا دخلت مريسكي ب 2 3 كاع ماكسيموم 5% على حساب الكابيتال ديالي، ماشي الا داخل ب 20 50% اكسيتيرا. وهاد النقطه كاع راه اكيد منكم بزاف اللي
كيشوفك مثلا دي تريد اللي كنكونوا حنا خدامينهم بديلو اللي هما كبار، راه واخا يبان لكم فكره ما كيعنيش اننا حنا كنريسكيو، ولكن مثلا الى 5 كلو 5 كلو غادي نقدر نخسر في التريد مثلا مليون او لا 2 مليون، راه هذيك مليون ولا 2 مليون راه يلاه كتشكل واحد 3% ولا 2% من الكابيتال. دونك هادشي اللي بغيتكم تفهموا، راه داكشي كيمشي بيان كالكولي، هذاك لو لو كيتحكم فيه شحال انت عندك في الكابيتال. ملي كيكون كابيتال كبير راه كيكون معاه البورسنتاج كبير، يعني 2% في 1000 دولار راه ماشي هي ديال 80 مليون او 100 مليون او 50 مليون. دونك هادشي اللي بغينا نتفاهموا عليه. دونك مالوغوزمون بوكو دو تريدر ديبيتون سون افوغلي par les perspectives, la perspective pardon, de gagner de l'argent vite et facilement. Et souvent, ils prennent de gros lots, des leviers, des parties de position, et prennent plus de risques qu'ils ne devraient. Cette façon-là de faire fausse complètement leur progrès. كيدخل في طوندونس بيسير طق تكيطيح، ماشي واحد. اش قلت لكم في الاول؟ لا سيرفي، لا سيرفي بحال قلت لكم انتم في واحد لا زون داكيمولاسيون غتبقاو هكا، ولكن واحد شويه غتخرجوا من ديك لا زون داكيمولاسيون غتبداو في ان طوندونس اوسيا، وكيكونوا دي بيتيت كوريكسيون بيان سور، ما كيكونوش واحد لي كوريكسيون، ديروا شي كوريكسيون بروفوند. نتمنوا لكم ان شاء الله دي كونسوليداسيون اورانين، يعني غادا طالع بحال هكا هكا بدقه دقه كنبداو نبنيو في الكابيتال ديالنا. دونك بلوس دو ريسك، يعني لو نون ريسك، ملي كنقولوا لي ريسك او نون ريسك دو موني مانجمنت فا بروفوكي بلوس دو ستريس شي. راه قد ما كنتي يعني قد ما كنتي داخل واحد تريد ومريسكي ب 2% 3%، راه ماشي هي بحال مريسكي ب 3 ولا ماشي هي اللي مريسكي ب 30% ولا 50%. وهذا العامل ديال البورسنتاج راه كونوا اكيدين هو اللي كيتحكم لك في لو ستريس ديالك، حيت انت الا داخل واحد التريد وعارف راه لا يعني في بالك يتضرب لك ستوب كاع غتخسر 2% ولا 3% في الكابيتال ديالك، راه ماشي هي في بالك غتخسر 30 او 50%، راه ما يجيكش النعاس. واش فهمتوني؟ دونك هكا خصنا نتحكموا في تكون عندنا ديك المايند سيت ديال لا توليرونس ديال لو ريسك. ماشي الفارماسي ما يجيكش النعاس، غتبقى تقدر تنعس انت كاع وكتحلم، كتحلم بهذاك الشيء، كتحلم تفيق ستوب تضرب او تمرجل الكونتر، هادشي كامل دزنا منه، كلشي كلشي اي واحد كيدوز منه سي بون الاخوان. دونك هادشي علاش الواحد خاصو يكون معقول. هادشي راه ماشي تقمار، ماشي لعب، راه سيونس هادشي. وكيف شفتو حتى لدابا حتى لحد هاد الموديول راه تريدينغ، راه بيزنس، راه شركه، بحال عندك بروجي ديالك خصك تخدم عليه وتخدم على اساس انك تطور المشروع ديالك وتزيد به قدام، ماشي تمرجن الشركه على الشهر الاول ولا العام الاول. تمرجين هي درتي ليها الافلاس، هلا غتاخذ الشركه ودير ليها الافلاس. اش بدا تحلم بلي بوجي وكذا، داك الشيء كامل. شوف هذاك الشيء كامل اي واحد السي خالد كيدوز منه في البدايات، ولكن بالنسبه لكم نتوما دابا كناس اللي هي مفورميا راه صافي، ما دخلتوا لواحد ليطاب، يعني قريتوا على هذا الشيء وعرفتوه، ما خصكمش تدخلوا في هذا الشيء، نخليوه لوحدين اللي ما تفورما وما عارفينش، غير داخلين غير هكاك غير مقبر. دونك الله يخليكم، دابا نركزوا في واحد لي زيفين، واحد لي زيليمون اللي كل واحد فيكم الله يخليكم خصو يدرسهم مزيان، تصنتوا ليا مزيان. دونك فواسي كيلكو زيليمون كو شاكان دوفري كونسيديري ا شاك تريد، يعني كل تريد خاصني نكون ضارب الحساب لواحد واحد لي زيليمون اللي نتوما غتشوفوهم، واولهم لو كابيتال دو ديبار. دونك quelqu'un qui dispose d'un gros capital de départ peut légitimement placer de gros lots. Comme l'exemple de l'entrée ou de 5 lots ou de 3 lots, qui compte en face, mais qui compte en capital. Capital, frère. Mais celui qui dispose d'un petit compte devrait vraiment veiller à son money management. Donc, l'idéal est d'utiliser une calculatrice qui calcule automatiquement la taille du lot par rapport à son capital. Vous la trouverez souvent sur la plateforme du courtier. Il y a une plateforme de courtier qui vous trouvez le cas de la taille calculer. Par exemple, je vais vous donner Michel. Qui vous donne par exemple GBP, GPY. Ou qui vous écrivez par exemple, qui vous dit que vous avez le lot. Qui vous dit par exemple 0,10. Qui vous dit que vous avez l'entrée.
هي او هي انتري، يعني لونتري ديالك فين كانت لونتري مثلا نعتبروها في 146، كيقول لك ستوب لوس ديالك اس ال فين، يعني غدير مثلا انت 145 20 وكدير مثلا تي بي في 146 50 غير مثال، دونك اوتوماتيكمون كيعطيك شحال غتربح وشحال غتخسر. دونك هاد لا ريغل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، راه قلت لكم اون فوا كتعرف غير داك لو لو ديالك شحال كيساوي بلي بوان، يعني مثلا 0 10 اللي هي عامه في كاع لي بروكر 0 10 كتساوي 1 دولار على كل موفمون ديال كل نقطه، فهكا كيمشي الحساب. درتي 0 20 راه هي 2 دولار بوان، يعني عندك ان ستوب ديال 100 بوان غتخسر 200 دولار، انت ديك الساعه كدير الكالكول سولون لو كابيتال اللي هو عندك. دونك هاد القضيه ديال الكابيتال ماركي هو عندنا هو اول اليمون، اول حاجه اللي خصنا نكونسيديريوها افون شاك تريد. لا ديوري ديال التريد، وهاد المساله ديجا نبهت عليها في الموديول 5 على انه كنت قلت لكم كاين اللي كيدخل الان تريد على ود 5 بوان كيولي قالبها سوينغ، كاين اللي كيدخل سوينغ كيولي قالبها سكالبين. كيفاش؟ يعني انت دخلتي بواحد لو ريسك، يعني دخلتي بواحد لو لو اللي هو مثلا على اساس يعني واحد لولو، اولا دخلتي واحد ستوب واحد تي بي على اساس واحد لوبجيكتيف اللي هو كبير، غنتكلم مثلا على 100 بوان مثلا ياك. نعطي واحد المثال ديال واحد دخل على ود، يعني درتي بلان ديالك قديتي كلشي على 100 بوان، دخلتي يا سيدي ولا دخلتي لا لا في هذاك التريد، غير بانت لك واحد شويه ديال الرباح قلتي وصافي صافي غادي نستر يمكن غيرجع. دونك هنا راه خربقتي هاد ليليمون هذا اللي متعلق بلا ديوري ديال التريد. الا غنتريدي سوينغ غنتريدي سوينغ، ما نخلطش ما بين لي ستيل دو تريدين، حيت الا هاد القضيه راه غنجيو ليها في واحد السلايد نيت في هاد الموديول، الا غتبداو تخلطوا لي ستيل دو تريدين غتلقاو عندكم واحد ديفيرجونس ما بين لي غان ديالكم وما بين لي بيرت ديالكم، سورتو الا كنتو كتخلطوا ما بين ليلو. هادشي دابا ندويو عليه ان شاء الله. Donc généralement la taille du lot est plus petite lorsqu'on fait du swing trade. يعني ملي كنكون لاعب على ان اوبجيكتيف كبير نورمالمون خاص يكون لو لو صغير باش عاود سورتو ان كابيتال صغير، حيت علاش؟ طونك انا داير واحد ستوب دي مثلا ديال 100 بوان ها اكزاكتومون كيكون ستوب كبير، دونك خاصني نضرب ليه ماشي غندير ليه واحد لو ريسك كبير باش حتى الا خسرتو غادي نعوض في صفقه اخرى يعني في نفس لوبجيكتيف. C'est normal car plusieurs jours voire semaines swing ragna kibda ghir men youmayn ou lfouq kitchaver swing, il faut gérer les grandes et nombreuses volatilités du marché. Yani ملي كنكون خدام ان تريد ديال سيمانه ولا اكثر راه ضروري غيكونوا عندي الا داخل انا اشط راه ضروري هانج باش انا شريت هنا راه ماشي مع شريت غيدير باق غيطلع، غيقدر يطلع شويه ويرجع ليا لونتري ديالي، يقدر يهبط عليا شويه يقرب ليا لو ستوب عادي يطلع تما غادي عاد كوريكسيون. دونك هادو هما لي فاز ملي كيدوز واحد اي مارشي. اولي عافاكم دونك واش تفهمنا الاخوان على هاد النقطه هادي باش ما نخربقوش لي ستيل دو تريدينغ. والله يخليكم احسن حاجه واللي غنفاريوها من دابا سكالبينغ، شي حاجه اللي خصك من الاحسن تنساوها، نركزوا في السوينغ وفي الانتخادي سوينغ اي انتراداي، حيت هاد لي دو ستيل مزيانين من ناحيه الجيستيون، مزيانين من ناحيه البسيكولوجي، مزيانين حتى في الكان راه عندنا ناس معنا اللي وصلوا يعني بيرفورمانس مخير بالسوينغ تريدينغ. حيت علاش كتلقى ديما انت خدام بلوفي صغير ولكن عندك دي زوبجيكتيف كتلعب دي زوبجيكتيف كبار، دونك انت بحال كتقول ما مخدمش راسك بزاف بهذا المعنى، بحال ما ضربتيش واحد التماره. كيفاش؟ يعني دابا مثلا واحد سكالبور كيقدر يدير 100 تريد، وواحد دي تريدر اولا سوينغ تريدر داير غير 10 تريد ولا 15 تريد ولا 20 تريد في الشهر وتلقاه رابح اكثر من هذاك اللي داير 100 تريد، وشكون اللي احسن؟ عاد كنقول لكم هذاك اللي عنده 100 تريد راه عرفتي ستريس اللي غيكون داز منه، الخسارات اللي داز منهم اكسيتيرا. دونك من الاحسن الدي تريدين والسوينغ تريدين هادو هما احسن ستيل في 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 تريدينغ، وان شاء الله في الموديول 8 غادي تعرفوا على كيفاش تخدموا هاد لي ستيل. كابيتال كبير راه هاد الكوتي ديال الكابيتال وديال الاكسبيريونس ضروري يعني واحد الشرط ملي كنتكلموا على السكالبينغ. الدي تريدينغ والسوينغ يعني كابيتال محترم من 1000 2000 2000 دولار والفوق
كتقدر تكون رابح في لو مارشي. وراه عندنا بزاف لي لوغيا اللي الحمد لله خدامين بهكا 5 المليون 2 المليون كله. باش بدا كان كاين عندنا كاع اقل واحد تقريبا 1000 دولار، راه كله على حساب ديك الساعه، على حساب لي بلون ديالو، على حساب داكشي ديالو. دونك اون نوفيل فوا ليديال اي دو ريسبكتي سون موني مانجمنت بارابور ا سون كابيتال. سي بون الاخوان، واش مفاهمين على هذه القضيه ديال السكالبينغ، اولا كاين شي واحد عنده كيسيون؟ دونك الا درنا واحد لي ستاتيستيك بيناتكم دابا كاملين، غنقول لكم الا نديروها دابا، نيت كل واحد يكتب، غير يكتب في ميساج، انا ما غنقرا السميات، غير يكتب شحال يقدر يديبوزي كوم كابيتال. يلا دابا غير باش نعطيكم واحد الفكره جينيرال، دابا شحال واحد، يعني اي واحد فيكم غيسالي الفورماسيون وغيدوز من سويفي كونتينيو غيكون بري، زيد 500 500، يلا يلا كلشي يكتب، 1000 زيد 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 1000 5000 500000 زيد 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 زيد. دونك كيف كتشوفوا كلشي 500000، الا درنا واحد لا موين بيناتكم كلكم غنلقاو واحد 1500 2000 دولار، هذه لا موين. الا خدينا ما بين 500 حتى 5000 دولار غنلقاو، يعني كاع ميم بالي غير واحد اللي 5000 دولار اكثر هي 500000. دونك هادشي اللي كضحكوا اخوان. شوف غير بغينا نعطيو، غير باش نحطكم امام امر الواقع، يعني كاين شي واحد فيكم اللي غيقول وانا نقدر نحط 2000 دولار، ولكن شوف بلي راه الاكثر هي 500000. دونك هادشي علاش هذاك السكالبينغ ما عندكم، ما يمكنش واحد عنده كابيتال صغير ويخدم سكالبينغ. حيت سكالبينغ علاش اصلا؟ راه ملي كنقولوا الاخوان سكالبينغ راه ماشي حسن من الانتخابي ولا حسن من، راه ماشي هذا حسن من هذا، لا، ولكن سكالبينغ دار الناس اللي عندهم كابيتال كبير وكيبغيو ما عندهمش الوقت، وكيدخل ساعه ساعتين يقدر يفواغ ميم ساعه في النهار ويربح داكشي اللي هو باغي. واش تفاهمنا دابا ولا ما تفاهمناش؟ زياده على ليكسبيريونس هذيك بلا ما ندويو عليها. دونك ان كابيتال ديال 1000 1500 هو واحد الكابيتال اللي كنقدر نخدم به السوينغ تريدينغ ديالي، ونفيزي انا واحد 10% 15% 20% في الشهر بشويه عليا في البدايه. راه مع الوقت راه اي واحد فيكم راه كتبقى كيسيون ديال ليكسبيريونس. راه مثلا دابا نعطيكم مثال ديالي انا، واش دابا انا ابري ليكسبيريونس اللي عندي غتعطيني 1000 دولار؟ 1000 دولار راه نقدر انا في الشهر ندوبلها ولا اقل، كاع ندير فيها 100% عندي ساهله، ولكن في البدايه ديالي لا. دونك هكا خصنا كيسيون ديكسبيريونس الاخوان، واش مفاهمين ولا ما مفاهمينش؟ مزيان هكاك تبارك الله عليكم. دونك كابيتال صغير غيربي فيكم ديك لاباسيونس، غيخليكم انكم تاخذوا الا خديتو هكا ضربتو الحساب ال 1% صغير تريسكيو هكا شويه، غتلقاو راسكم انكم يعني بحال اسيوريتي وهذيك لاسيورفي ديالكم. وبشويه بشويه راه شوف كو سوسوا واحد منكم او لوحده منكم اللي باغا مثلا خدام او خدام وباغي غير شي حاجه زايده في الشهر، راه لانتخادي ولا سوينغ راه مزيان. واحد اللي باغي يعيش غير بالتريدينغ، راه لانتخادي ودي تريدينغ زون غير هو. بالنسبه الى غنتكلموا لواحد، راه نجيو لهاد البوان هاد ليليمون هذا نيت في هاد البارتي هادي. بالنسبه لواحد اللي باغي يعيش من التريدينغ، راه ما يمكنش غادي يعيش به ب 500 ب 1000 دولار، وسيرتو واحد الانسان اللي بادي في الدومين ديالو. باش تكونوا معقولين، باش تعيش من لو دومين، باش تعيش من هاد التريدينغ، خاص يكون عندك ان كابيتال اللي هو كبير، وتكون عندك اكسبيريونس عاوتاني. دونك الا غتبدا بكابيتال صغير وعندك مثلا يلاه كيبادي، فاكيد خاصك دير ان بلون ديال عامين، واحد 3 سنين غتخدم فيه على راسك مزيان، وتطلع ليك لا كومبيتونس ديالك مزيان، عاد ديك الساعه نبداو نتكلموا على الارباح. واحد المساله اخرى اللي غنختم فيها في هذه القضيه ديال لي كابيتو، راه اي واحد فيكم الاخوان اللي غنوصل لكم، ماشي ضروري يكون عندك كابيتال باش تكون تريدر اولا باش تربح الفلوس. الله يخليكم، راه اللي خصكم تركزوا عليه هو لا كومبيتونس. راه اي واحد فيكم هنايا يكفي انه يعطي واحد لا بيرفورمانس ديال 6 موا، راه عطى الله الناس شحال ما بغى ديال الكابيتال راه يجيش لعندو. عطى الله الناس اللي عندهم فلوس صحيحه، ما تحتاجش حتى ديك 500 ولا 1000 دولار ديالك اللي غتحطها ولا غتكون مبرزط عليها ولا شي حاجه، ما تفكرش فيها كاع. راه كاين بزاف الناس لي زانفستيسور اللي عندهم فلوس وكتشي باغين اللي يخدم لهم كابيتال، ولكن ملي غيجي عندك غيقول لك بين ليا. باش غتبين لي شي اي واحد فيكم
لا دي بارتيكولي، دي بارتيكولي سي عبد الملك موجودين بزاف منهم على برا وعلى هنا، كاين بزاف يعطيك كابيتال يدير معاك واحد 40% في الشهر ولا كذا، ولكن انت خصك تبين لي يعني مثلا راه تعطي واحد لو كونت ديال 1000 دولار ابسط حاجه، راه تعطي مثلا كابيتال ديال 1000 دولار ياك، وغيشوف باللي انت واحد 6 موا وانت غادي مزيان، يعني الله يجعلك دير غير 10% في الشهر ولا 20%، والدراو داون مزير يعني ما كتريسكيش لا تايت بوزيسيون ديالك مزيان، واش ما غاديش يزعم معاك، راه منهم عدد سي حمزه كاع تيعرفهم مزيان، واي واحد فيكم ان شاء الله اللي غيكون مستعد لها يعني يبي كيف كنقولوا يبين لينا، راه نبين ولا حنا ما كاينش مشكل. سي بون السي اسامه كاينين ياك كتعرفهم، السي اسامه غيجيب لكم لي زانفيستيسور راه موجودين كيعرف منهم بزاف. دونك الله يخليكم الاخوان، نركزوا اننا نكونوا حريفيه كيفاش نقولوا هكا بالدارجه، نكونوا متمكنين من هذا الشيء ديالنا، ماشي راه شوف الفلوس راه ماشي راه حنا كاع، لا انا لا سي حمزه راه ماشي واحد الناس كيف قلت لكم اللي ما عرفش ولاد شي عائلات غنيه ولا ما عرفش شنو، راه ولاد عائلات عاديين، ولاد الشعب عادي، حتى حنا راه بدينا غير ب 1000 و 2000 دولار، ولكن لا كومبيتونس ديالنا يعني السكيلز ديالنا اللي طورنا مع الوقت هو اللي سمح لنا ان نتعرفوا على ناس واننا نجيريو دي كابيتو كبار وكذا، حتى ولينا حنا دايرين فلوس ديالنا حنا. دونك كل شيء كيجي بشويه بشويه الاخوان، حتى توصلوا ان شاء الله ديروا خمسه الارقام في لي كونت ديالكم. سي بون دابا نوصلوا ان شاء الله لي زيتود دو كا وتشوفوا داك الشيء كامل اون توت ترونسبارونس صافي. خمسة قليلة سي عبد الرحيم، بالدولار ما داويش لك على الدرهم، بشوية بشوية دابا توصل لسبعة أرقام السي خالد مالك. سي أسامة، سي أسامة مرحبا بيا اليوم، نعطي السي أسامة شحال ما بغى يخدم مع راسو مالك غير بيا اللي يلا. دونك نتكلموا على هاد ليليمون هذا اللي هو مهم بزاف الإخوان، فوتر سيتوياسيون فينونسيير. الله يخليكم، أول إليمون شفنا هي شفنا الكابيتال ديال الديبار، شفنا لا دوري ديال التريد، ودابا نشوفوا فوتر سيتوياسيون فينانسيير. دونك راه كاع الى كنتو شفتوا لي تيمونياج، البرومو الاولى عطيناهم 1000 دولار ريال، ولكن مع لي برومو اللي جاو قبل كانوا لو نومبر ديالهم طالع سكيف في ما يمكنش غتعطي لكل شيء، غير باش نتفاهموا على واحد المساله، ان اي واحد فيكم الاخوان اللي غيبين لينا احتاجيتونا حنا ولا احتاجيتو كاع شخص اخر، كنقول لكم ركزوا الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، ركزوا على انكم ديفلوبيو راسكم وخدموا ديروا ان بلون مينيموم ديال عام عام ندير، راه كتلقى دابا اخوان غير باش حيت راه هادشي باش تكونوا صراحه، ماشي شي وحدين كيف كنقول لكم اوني با دي فوندور دو ريف اللي غنبداو نبيعوا لكم الاحلام، لا، ولكن كنوريكم الواقع وكنوريكم شي حاجه انطلاقا من داكشي اللي حنا عشنا ومن داكشي اللي حنا دوزنا وفين وصلنا. دونك الا غادي نتكلموا على مثلا واحد الانسان اللي عنده مثلا كي غنقول لكم اسمحوا لي نقرا واحد المساله. دونك اللي خصكم تركزوا عليه الاخسان الاخوان هو البروسيس، هو لا ميثود، هو انني نديفلوبي راسي ندير ان بلان ديال عام ولا اكثر، راه ما يمكنش القضيه اللي كنت باغي نقول لكم ومشات ليا من بالي، انكم كتلقاو مثلا طبيب او لا يعني لي بروفيل اللي كنعرفوا كاع اللي فيهم واحد المده كبيره ديال القرايه، راه كتشوفوا شحال ديال الاعوام كيتطلب وشحال بنادم كيسهر وشحال كيدمر وشحال كيقدر يدير شي غاتخاباج او لا شي حاجه ما يفاليديهاش اكسيتيرا، طبيب راه ما شحال كيقرا من عام وكيوصل حتى 40 عام كاع ويلا كيخدم يدير شي حاجه ديالو باش يلا ما عرفتش واحد 2000 دولار ولا 3000 دولار ولا 4000 دولار في الشهر كاع كاين اللي كيضرب، انا كنقول لكم غير اون موايان. وكيفاش واحد اللي غادي يعني قدامك واحد لوبورتونيتي ديال ما عندكش ليميت، واحد لو دومين اللي ما فيهش ليميت وفيه واحد لا ليبرتي توتال، في وقت ما بغيتش ينعس، وقت ما بغيتش يسافر، فين ما بغيتش يعيش، فين ما بغيتش، بلا ما ندوي على داك الشيء ديجا دوينا عليه. دونك اش فيها الا غندير غنتفورما مزيان وغادي نخدم على راسي ونخدم على الاخطاء ديالي ونخدم على لي بيغ ديالي ونطور راسي في واحد العام ولا عامين ومن بعد غادي نكسب حياتي كامله، اولا غادي نوض نديبوزي وباغي نربح دغيا في شهر ولا شهرين وغنخسر وغادي نتقلق واحد شهرين ولا ثلاث شهور ونرجع ثاني نديبوزي ونرجع ثاني ونبقى غير كنخربق كندور في بلاصتي.
سي عبد الملك شنو قلتي؟ غتكون باقا بلاصتو واخا مع الديفلوبمون ديال سي عبد الملك. راه شوف، خد المثال، راه ماشي الى ديفلوب، يعني شوف، شي الانسان كيبقى مع ذلك احسن من اللي زالغو تريدر، احسن من اللي زالغوريتم. علاش؟ حيت دابا لي تريدر كوميم بالنسبه لواحد اللي اكسبيريمونتي وعنده ان بون كابيتال وعنده اكسبيريونس زوينه، كتكون فحال اللي قلتي ما متعرضش لي زيفيرمون الياتوار. حيت دابا لي روبو كتلقى ان 90% تما منهم، من هذوك لي روبو، كيقدر يجي ان سول موفمون. نعطيكم مثال ديال واحد راس العام، كانت لابير ديال اورو سي اش اف، وكان كان كان نسمح لكم انكم كلكم تمشيو تقلبوا على لو غرافيك ديال اورو سي اش اف وتقلبوا عليه واحد راس العام شنو كان وقع فيه. تخيلوا معايا، كانت واحد الشوت اللي لي بروكر العالميين خسروا الملايين ديال الدولارات بسبب هذوك لي زالغو تريدر اللي هما دايرين في دوك لي مارشي. دونك واحد الواحد، يعني الا غنتكلموا حيت علاش دوك لي زالغو لالغو تريدينغ ما كيكونش فيه واحد القليل فيهم اللي كتكون فيهم استراتيجي بيردون. يعني واحد كيف قلتي انت سي عبد الملك، تريدر تراديسيونيل، انت خدام مانيوال، عارف تي بي، عارف ستوب، مقاد شغلك، ماشي داخل بلا ستوب. اما لي روبو كتلقى الاكثريه ديالهم بلا ستوب، يعني راك عارف نهار غتوقع الواقعه يمشي لك كلشي، يعني تقدر شحال ما ربحتي يجي لك في نهار واحد يمشي لك كلشي. سي بون الاخوان، ومن مابقاوش عاوتاني نقولوا ان راه صافي العالم تطور كذا، لا، كيف كتشوفوا ان شحال من حاجه تطرقنا ليها، وعطيناكم لمحه على لي مارشي مودرن كيفاش دايرين. يعني ماشي، يعني الواحد راه واخا دابا فهاد التطور ديال التكنولوجيا وكذا، راه عارف شحال يعني كيفاش كتكون الكونفيغ وشنو القوالب اللي يقدروا يوقعوا لي بياج اكسترا. يعني راه هادشي علاش نتوما هنا معانا، هادشي علاش نتوما هنا على هاد الفورماسيون هادي، باش تعرفوا بزاف المسائل اللي تانتيغريوها في البروفيل ديالكم، في الكارير ديالكم. دونك فوتر، وعلى ذكر هاد القضيه ديال لي روبو كذا، كان ميم سي حمزه تيدوي لكم على هاد القضيه هادي، كان وصل في واحد لو كونت ل 1400 تريد بلا بيرت، 1400 تريد بلا حتى خساره، اون يوتيليزون ديك لا تكنيك اللي كيدير في سكالبينغ. ولكن اللي بغيت نقول لكم ان مثلا اللي خلاه مثلا وصل لهاد القضيه هذه، ماشي حيت هو مثلا عنده ما عرفت شي ميثود خياليه ولا كذا، ولكن راه البسيكولوجي والاكسبيريونس هما اللي كيلعبوا هنايا، دونك لا براتيك ولا بسيكولوجي اكسيتيرا. دونك الله يخليكم، نركزوا وهادشي من واحد الكوتي اخرى باش نتفاهموا على واحد القضيه، ماشي الا غنقولوا هكا صافي لا راه حنا ما خصناش نخسروا، خصنا زيرو بيرت، لا، خصنا نركزوا الاخوان في انه كاين بروبابيليتي دو غان وكاين بروبابيليتي دو بيرت، وفي اي تريد تكونوا مستعدين لا بيرت. سي بون، دونك votre situation financière, si vous avez des revenus réguliers qui tombent sur votre compte bancaire, يعني مثلا trader وعندك شي دخل اخر salaire او شي حاجه، يعني الا غتخسر هنا ولا هنا في لي مارشي، ne vous affecteront pas et vous pourrez continuer de vous focaliser sur vos progrès en trading. Mais celui qui n'a que le trading comme seule source de revenus devrait réduire la taille de ses lots. يعني واحد الانسان اللي عنده مثلا بروجي هكا، ولا يعني عنده بليزيور بيلي، الا غيريسكي او لا غيخسر الكابيتال ديالو راه زايد ناقص عنده، ماشي فحال واحد الانسان اللي متامل في هذا لو دومين هو الخدمه ديالو. تفهموا على القضيه. بوان اخر، ليكسبيريونس. ليكسبيريونس ات ان اليمون كلي اللي تطرقنا ليه في بزاف لي بوان. ليكسبيريونس ات ان اليمون كلي، سولوي كي تريد دوبوي سوفيزامون لونتون اي كي اي كونفيون دون سي ديسيزيون بوغ ليجيتيمومون بروندر بلوس دو ريسك كو نو لو فو لو موني مانجمنت. حيت مثلا قبيله ملي عطيتكم ليكزومبل ديال مثلا ان كابيتال ديال 1000 دولار،
غنشدوها انا في سيمانه ولا في جوج سيمانات نقدر ندوبلو، علاش نقدر مثلا الا غندوي معاكم اون تيرم ديال الموني مانجمنت، راه نقدر مثلا انا في كل بوزيسيون غندير فيها مثلا 0.20 او 0.30 باغ لو، يعني 2 دولار ولا 3 دولار لو بوين، يعني راه شويه مريسكي بلو كونت، ولكن عارف الماكس بيرت والماكس كان، وفي نفس الوقت عندي واحد لي ستركتور او مثلا دي كونفيغوراسيون اللي غنخدمهم اللي عندهم بروبابيليتي كان كبيره، ولكن هادشي باش كيجي بالاكسبيريونس. هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، حيت بزاف هاد الاسئله اللي كيتطرحوا ديال والا بغيت نبدا بشحال غنبدا وشحال غنقدر نجيب بالشهر شحال غنقدر نربح اكسيتيرا، راه هادشي كيستيون ديال اكسبيريونس هي اللي كتقول لك وهي اللي غتجاوبك على هاد لا كيستيون ديالك. دونك الا صبرتي حطيتي ان بلان ديالك وميتريزيتي البروسيس لا ميثود وخدمتي على لاميليوراسيون على راسك، وهاد لاميليوراسيون اللي كنتكلم عليها راه كتبقى غير في اطار لا ديسيبلين، واش غاش ماكسيميزي الكان واش غاش ماكسيميزي الكان، واش مني ما غيكون ما يدار في المارشي بحال اليوم ما كاين ما يدار، ما كاينش يا با غون شوز افير، ما كاين ما يدار صافي غنقلب، راه هادي هي لا ديسيبلين. ما بانش ليا البلان ديالي ماشي هو هذاك، ما بان ليا ما يدار كنحبس، راه التخيلين ماشي كل نهار فوار كاع، تقدر تجي سيمانه بحال مثلا ديما الاوقات ديال الهوليداي ما كيكون فيهم ما يدار، بحال مثلا راس العام او العطال ولا كذا، كاين وقاش الاخوان اللي ما خصناش نتريديو فيها ما عندنا ما نديرو فيها. دونك هذا الفاكتور ديال ليكسبيريونس عامل مهم. اكزاكتومون سي امين، نو با تريدي سي ديجا تريدي، اكزاكتومون برافو عليكم، راكم عارفين هذا البوان هذا. دونك celui qui débute dans le trading ou qui base encore ses décisions selon ses émotions devrait à tout prix respecter son money management. تي علاش الاخوان الله يخليكم خلقوا فرصه لراسكم انكم تاخذوا الاكسبيريونس، وكيفاش غتخلقوا فرصه لراسكم انكم ما تريسكوش بلي كابيتو ديالكم وما تغامروش غير بشويه بشويه، راه ماشي عيب الخساره، العيب هو نخسر وما عارفش علاش نخسر ونبقى غير غادي كنخربق. اما الا خدمت على لي بيغ ديالي، انا الاخوان كنقول لكم دابا من نهار بديت وانا ديما عندي اجندا ديالي، كل تريد كندير علاش وعلاش دخلت، وكنرسم ميم لا كونفيغ اللي دخلت عليها ولو ستوب شحال كان ولو تي بي شحال كان، واش ومني كنسالي التريد ربحت ولا خسرتو، الا ربحتو واش كان واش كنت نقدر نماكسيميزي داك الكا، والا خسرت علاش خسرت، باش هكا كيبداو يبانوا لك بزاف. بحال مثلا الا غنحط لكم 100 تريد، 100 تريد هادي اي واحد فيكم خصو يدير، وغنجيو ليها ان شاء الله في لاميليوراسيون، درتو 100 تريد 100 تريد، تخيلوا عندكم واحد 10 منهم فيهم نفس لا غيزون ديال واحد البير، شنو غديروا نتوما؟ اكيد هذيك الحاجه اللي خسرتكم غتبداو تتفاداوها، ومني غنتفادى الاولى والثانيه والثالثه صافي كيبداو كتبدا داك الغاسيو او ديك البروبابيليتي دو كان كتبدا غادا اون تيرم دو بورسونتاج كتما غادا وكتطلع. هكا خصنا نخدموا على راسنا. سي خالد ملي كنجي من بيان سور تجي من ديمو سي 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 خالد، فالاكسبيريونس راه ملي كنتكلموا على الاكسبيريونس في الدومين راه ماشي هي غير الغير، راه حتى الديمو، حيت علاش الاكسبيريونس غتجيبها من لي كونفيغوراسيون اللي غتخدم سولون حتى الميثود ديالك وسولون لي زونتري ديالك، سوا اشا سوا فونت، انت مع الوقت كتبدا تاخد، يعني مثلا خدمت واحد لا كونفيغ ولا كذا ما تفاليداتش ليا، علاش ما تفاليداتش؟ واش ما شفتش هادي واش ما شفتش هادي واش دونك هكا كيبدا يبان ليا كتبدا تبان ليا الامور. قلت لي سي امين هنا، سي امين غير باش نوضح واحد المساله، الكوتي ديال البسيكولوجي ديال لي زيموسيون متفق معاك كيتحرك بزاف في الغياب، ولكن حنا شنو البرانسيب ديالنا وشنو العقليه ديالنا اللي كنلعبوا عليها في هاد يعني كيفاش كنبريباريو لي لوغيه من بعد ما كيسالوا الفورماسيون، انه ديما ملي كيساليو ابار البرومو الاولى اللي دخلناهم غير مع سالا ومع دخلناهم الديمو، كندير واحد الفتره اللي كنحاولوا تكون فيها واحد لا ميتريز توتال ديال واحد لي زيكزيجونس، يعني مثلا ما غتفوتش ليا هاد اللوفي، ما غديرش ليا لي رونفور، ما غتخدمش ليا اكثر من دو مارشي، ما غديرش هادي. دونك انت مع الوقت ملي كتولف هادوك لي زيكزيجونس اللي حنا كنفرضوا عليك، كتلقى راسك انك ملي نهار غتدخل للغيال غتلقى انك شي حوايج اللي انت ديجا كتخدم بهم ما غيشعلوش ليك هذيك ليموسيون ديالك نيجاتيف، او هذيك البسيكولوجي غتخربقك ولا شي حاجه، بحال مثلا اكزاكتومون على حسن كيوليو دي زابيتود، حيت ملي كنتكلموا على لي زيموسيون
راه هذوك لي زيموسيون ديالك او لا بسيكولوجي راه شكون غيشعلها ليك؟ راه غيشعل لك غير لو ريسك. بحال المثال اللي قلت لكم ديال واحد مريسكي ب 50% 60% من الكابيتال ديالو ما غيجيش للناس، راه هادي هي لي زيموسيون. ملي كطيح في هاد لوكا ديال ما كتبقاش مركز على لو تريت ديالك وعلى لو بلان ديالك، كتولي مركز على شحال عندك في الناقص، شحال عندك في ديك لا باغ ديال الكابيتال، شحال باقي عندك، صافي كتشتت ما كتبقى مركزش على لو بلان ديالك ولا لو تريد. وهنا فين هنا هذا هو الكوتي فين كيتخلق الفرق ما بين لي تريد. دونك حنا الى غدوز اسيدي واحد الفتره ديال مفروض عليك كيف قالت لاله حسنيه تبارك الله عليها كيوليو دي زابيتود، دونك انت كتولي ولفت شي واحد الخدمه اللي البسيكولوجي ديالك ما كتنيرفا ما كتقلق ما تشكع ما والو، يعني كتولي منظومه، كتولي عندك منظومه في البروسيس ديالك عندك صافي كتخدم بخير. واش تفهمنا سي امين؟ كلشي فهمتوا لي فاكتور اللي كنلعبوا عليهم؟ دونك سي واش سي خالد ولا شكون اللي قال لي على السي خالد هذه القضيه دي واش تفهمنا عليها؟ ان راه الديمو خاصنا نميتريزيو فيه بليزيوغ فاكتور اللي باش ندخلوا للريال بري نادر، حيت كيف قلت لكم انا ميم بالنسبه لينا كاملين في زيد اخ تريدينغ راه هذوك لي زيمونسيون بسيكولوجي راه يا اما انت مريسكي بشي حاجه ما قادش تخسرها ما غاتبقاش مركز هنا فين كتجبد بسيكولوجي، يا اما غير جالس داخل كتريدي ما عارفش راسك، يعني سون بلون. واحد اللي كيتريدي بلا بلون بلا والو راه ما كيكونش مركز في لوبورتونيتي قد ما كيكون مركز في الخساره او الكان اللي غادي يدير. دونك جو باس هنا مزيان جينا هنا الاخوان دوك لي زيليمون اللي تكلمنا فيهم واش مزيانين نعاودهم. شفنا ليكسبيريونس، شفنا لا سيتوياسيون فينانسيير ديالكم، وشفنا لا ديوري ديال التريد، وشفنا الكابيتال ديال الديبار. دونك هاد لي زيليمون هادو مهمين. نجيو دابا نتكلموا على لو ستوب لوس. لو ستوب لوس كيف ديجا شرحنا هو ان واحد لورد اللي كيحبس لك لا بير ديالك اوتوماتيكمون، يعني مثلا بعتي ولا شريتي كيسمح لك انك تحبس لك لا بير ديالك ولا الكان اوتوماتيكمون. دونك لو ستوب لوس ايت ان نيفو دو بيرت كي انفاليد le scénario anticipé, mais aussi un niveau de perte au-delà duquel il est préférable de couper la position. Un bon stop n'est pas ni trop proche ni trop éloigné. Ni واحد لو ستوب لوس مزيان ملي كنقولوا وا ستوب لوس مزيان راه ماشي هي ستوب بعيد او لا ستوب قريب، راه هذا عنده ستوب يعني عنده واحد الفن ديالو حتى هو غنتعرفوا عليه. سي بون اخوان. Donc, un bon stop présente les caractéristiques suivantes. Il prend en compte la volatilité des marchés. Comment? Yani, مثلاً, on dit un marché qui peut être 20 points, voire 30 points, qui diront في بوجي ديال 5 دقائق. كنقول لكم في 5 دقائق يطلع أو ينزل ب 20 نقطة 30 نقطة غير في حال الضحك. بحال الجي بي بي. Exactement, سي أسامة. ان لي زانديس حتى هما دونك دي مارشي فحال هكا بهاد لي كاركتيريستيك ما خصنيش ندير لهم ان ستوب ديال 20 30 بوين. فهاد لي مارشي هادو خاصني ان ستوب ديال 80 نقطه 10 نقاط اكسترا. كيفاش كتعرف هما سي خالد؟ غير بالتجربه، غير بالتجربه ليكسبيريونس وصافي. وهما هادشي غنوريو لكم في الموديول ديال شنو لي مارشي اللي تخدموا وحتى لي كاركتيريستيك ديالهم. سمحوا لي واحد الثانية أنا معاكم. دونك قلت باللي أول حاجة في ستوب لوس il prend en compte la volatilité de marché، خصو يكون محطوط وضارب الحساب، ضاربين الحساب la volatilité ديال المارشي. il insiste sur le timing، on se base seulement sur notre conviction pour nous positionner mais on cherche également à rentrer au bon moment. يعني ملي كنتكلموا على لو تايمينغ راه قد ما مثلا في اون توندونس اوسيال قد ما خديت حدا ان بوان با راه قد ما كان عندي ستوب لوس ديالي مزيان، قد ما دخلت معطل قد ما ستوب كبير سكيفي لو ريسك ريورد ما كيبقاش مزيان. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا ريسك ريورد ولا باقي ما فاهمينش غنشوفوا حتى هو غنشوفوه في هاد لا سيونس هادي. دونك ثوازيامون قلنا لو دياغنوستيك تكنيك. Quel est le niveau qui invaliderait
مون سيناريو هذا هو ستوب لوس، يعني لو نيفو اللي كندير فيه ستوب لوس هو لو نيفو كي انفاليدغي مون سيناريو. مثلا نعطيكم مثال صغير، مثلا عندي ان سوبور، عندي ديجا دو رياكسيون، وجيت هنا عندي ثوازيام رياكسيون، وبنت هي اون فيغور دو روتورنمون بان لي انني نشري هنا. دونك نورمالمون طونك هذا ان سوبور، فين هو لو نيفو اللي غادي انفاليدي ليا؟ مثلا غناخد اخر بوان بور، غنهبط عليه مثلا بواحد 80 بوان، غندير ستوب لوس ديالي هنا. سكي في طلع لو بري هكا مزيان هبط، راه لو ستوب لوس ديالي اوتوماتيكمون راه كي انفاليدي ليا داك لو سيناريو اونتيسيبي. سي بون، واش واضح لكلشي؟ لاله زينب، مريم، شروق، فرح، شكون تاني؟ فاطمة. واش مزيان؟ حسنية، مزيان، تبارك الله عليكم.